نبدأ نقول ايه الأسباب الأول، أورام المخ تحديدا؟ هي أورام المخ بداية بتتقسم إلى نوعين، الأورام الأولية والأمراض والأورام الثانوية. الثانوية كل واحدة ليها أسباب. كل واحدة ليها أسباب. الأمراض الأولية أي الأورام الأولية دي في جزء منها مش قليل بيبقى مرتبط بالجينات، والأورام الثانوية وهي الأكثر شيوعا اللي هي ناتجة عن وجود أورام ثانوية، على سبيل المثال في الرئة في الكبد بترسل ثانويات في أنحاء الجسم، المخ بيبقى من الأماكن الشائعة لوجود هذه الأورام. تمام. طبعا نتيجة في الوقت يعني حاليا لقينا ان نسبة الأورام الثانوية زادت ليه؟ السبب الأول هو تطور الأساليب التشخيصية، يعني الفحوصات والأشعاعات اللي بتتعمل للمريض اللي عنده ورم قد تكتشف وجود ثانويات صامتة في المخ. يعني وارد انه مثلا زمان كان يبقى فيه وفيات بسبب امراض، يعني اورام في المخ، بس احنا ما كناش عارفين، ما كانش لسه فيه التشخيص ان هو يحدد ان ده الوفاة نتيجة مثلا ورم بالظبط في يا المخ. فندم، يعني التشخيص المبكر، يعني ما مريض يبقى عنده ورم مثلا في الرئة بيتم عمل مسح شامل لجميع أنحاء الجسم، نلاقي وجود أورام ثانوية في المخ فيتم التعامل معاها بدري، بتدي فرصة للمريض في حياة ووظيفة أفضل وأطول. السبب الثاني الأورام الثانوية، نسبة الأورام الثانوية زادت نتيجة العوامل زي التلوث، زي الرئة. الرئة لما التدخين يزود الأورام بصفة عامة، التلوث نفس الأسباب اللي أدت إلى زيادة أي ورم هي اللي زودت نسبة أورام المخ. طيب انا في النقطه دي تحديدا، يعني نقطه التدخين، لانه احيانا بعض المدخنين، وده الرد اللي بيتقال لي لما باجي كده، لان انا من الناس اللي ما بحبش ريحه السجاير اصلا، ولا احب حد اتواجد في اي مكان يبقى فيه سجاير، بس لما تيجي تلاقي مدخن وتقول له كده يقول لك ما انا عندي اهو فوق الـ60 وبدخن بقالي وما حصليش حاجه، فرد حضرتك طبيا عليه ايه؟ لا طبعا، التدخين بيؤدي الى تدهور وظائف كتير في الجسم، ابسطها الاوعيه الدمويه، وصول الدم للمخ، العظام، هشاشه العظام، يزود نسبه حدوث الاورام، بيقلل كفاءه الجينات اللي بتحمي الجسم من الاورام، فنسبه حدوث مشاكل كتيره جدا في الجسم. هو حاجه غريبه على جسم الانسان بتؤدي الى حدوث تغيرات وبعضها عكسي، يساعد مثلا حصول اورام، تصلب في الشرايين، جلطات، نزيف كارثي. بالظبط. وبعدين لو انت اخترت باختيارك، يعني انت قررت بمحض ارادتك ان انت مثلا تضر نفسك كده، فمش من حقك تضر الاخرين. التدخين السلبي ولو انت يا سيدي جسمك بيقاوم، ممكن ولادك، مراتك، والدتك، صاحبك، زمايلك، الناس في الشارع ما يقدروش يقاوموا المقاومه دي ويحصل لهم كل اللي بنقوله ده، وبدري. مظبوط يا يعني فندم، السرطانات الرئه دي ممكن تيجي في سن صغير، مش كبير. ثلاثينات واظهر من كده تمام. فعلا. طيب هل في اسباب تاني لاورام المخ؟ في احصائيا بعض طبعا اللي بيتعاملوا مع الاشعاع سواء حاجه مهنيه او حادث، تمام. الاشعاعات بصفه عامه بتبدا مثلا من اشعه الاكس راي اللي هي الاشعه، حتى بعض العاملين سواء اطباء او تمريض اللي بيتعاملوا مع الاشعه اللي بنسميها الاكس راي او الاشعه السينيه اللي بيتعرض لها كتير تزيد نسبه حدوث الاورام عنده. تمام. بس احنا عايزين نوضح برضو اللي هي للناس انهي نوع من الاشعه، يعني مثلا الاشعه اللي بتعملها الحامل كل شهر، هل فيها دي لا اي يا نوع من فندم، انواع لا الخطوره؟ طبعا مش السونار، مش الاكس راي اللي هي الاشعه البلين اكس راي او الاشعه السينيه باللغه العربيه، الاشعه اللي هي بتطلع على افلام ابيض واسود. بس مش معنى انا عملت اشعه ان انا بعد شر هيجي لي ورم، لا ده دول اللي بيتعرضوا لها بصفه يوميه بجرعات عاليه. لو هو شغلهم مثلا في بالظبط، مكان ما هو فيه كده. اللي بيتعرضوا للكلام ده ومش واخد وسائل الحمايه يعني الكافيه. طبعا في وسائل حمايه، الصحه المهنيه بتؤكد على هذا وبتراقب الكلام ده، وفعلا معظم الناس متبعه، بس في الماضي ما كانش فيه توعيه بشان هذا الموضوع. تمام. الحاجه الاخيره بس هي يجب برضو نوعي الناس تبقى عارفه، سنه في اوائل التسعينات منظمه الصحه العالميه قالت ان احتمال في ريسك من حاجه اسمها نون ايونايزنج راديشن، دي بتيجي من التليفون الموبايل، نسبه ضئيله ضئيلة جدا. جدا. فلسه الدراسات طبعا عشان نقول ان ده بيسبب سرطان في المخ، دراسات بياخد وقت بتاخد طويل يعني جدا. سنين كتيره جدا، بس هي اصدرت تحذير على استحياء، يعني الناس تاخد بالها. طيب ما احنا برضو على استحياء،
من برنامجنا ده احنا بنحضر الناس اللي بتستخدم الموبايل يعني الموبايل او الهاتف المحمول بطريقة زيادة. انا اعرف ناس بيحطوه تحت المخدات، لا ناس مش اه شايلينه طول الوقت في جيبهم طول اليوم. لا يا جماعة، قبل ما ننام اقفلوا الموبايلات نبعده. وطلعوها بره اوضة النوم خالص. طيب يعني احنا مش هنستنى لما تيجي دراسات وتقولونا الهاتف المحمول بيعمل اورام، يعني طب ليه نستنى؟ طب ما احنا مظبوط يا نعمل بنتي، ناخد الوقاية. احتياطاتنا من الاول. طب استاذن حضرتك، ناخد اتصال من استاذ اتفضل. سيد. الو، السلام عليكم يا عليكم دكتور. السلام، ازيك يا استاذ سيد؟ الله يبارك فيك يا فندم. اهلا بيك. في اي سؤال للدكتور احمد؟ استفتح سيادتك بس ان اتفضل. معايا حبيبي في هذا المرض حوالي ما يقرب من 4 سنين. تمام. سيادتك ما بينطقش، عنده ضمور في المخ، وكان سيادتك بقى اثناء الولاده اتاخر في الحضانه، فعمل معاه ضمور في المخ. يعلم الله يا فندم ان انا ابني شغال في الحي بتاع حلوان هنا، مرتبه مضيعه كله ومفيش فايده. يعني عايز اقول لسيادتك من علاج طبيعي، ولحد دلوقتي الولد ما بينطقش لا ماما ولا بابا، ومدخله مدرسه تخاطب والحاجات دي. انا ابني متبهدل اخر بهدله ومش لاقيين حل للولد، لدرجه انه بيتمنى ان الولد ده يتوفى. لا، بعد اه والله الشر ليه؟ بتبنى بعد كلمه الشر، بعد الشر عليه، وان ده شاء الله حبيبي في الله يبقى زي الفل. في بس حلوان هناك طيب حاضر. مش بس عارف اعمل ايه. دكتور احمد، في اي سؤال لاستاذ سيد؟ لا يا فندم، بس هو انا احب اوضح له ان يعني احنا هنرد عليه ولا في اسئله عايز لا انا تعرفها هرد اكتر؟ عليه، هنرد هرد عليه. عليه. طيب الف سلامه على حفيدك، وان شاء الله ربنا يبقى يشفيه ان كويس، شاء الله. ودكتور احمد هيجاوبك حالا. طيب، هو اتولد واضح انه يعني حصل كسور، احتاج ان هو يروح حضانه، فحصل ضمور في المخ. هو اللي حصل الحالات دي للاسف كتير مش قليله. هو اللي بيحصل ان بيحصل كسور في الدوره الدمويه للمخ او نقص في الاكسجين اثناء الولاده. طبعا هو مش هيعرف او مش هيبان هل كان السبب يعني داخل الرحم، يعني حاجه هو مولود بيها وراء يعني اثناء التكوين، ولا اثناء الولاده ودخوله الحضانه. هل حصل اثناء وجوده الحضانه التهابات اثرت على انسجه المخ ووظيفه انسجه المخ؟ للاسف في معظم الحالات بيبقى العلاج هو علاج تاهيلي، يعني بنعلم اهل الطفل ازاي يتعاملوا مع الطفل من حيث التغذيه، الاساليب، الحركه، العلاج الطبيعي مع بعض طب الفيتامينات هو اللي يا بتساعد. دكتور احمد، اللي عنده ضمور في المخ، الحركه بتاعته بتكون ازاي؟ يعني بيأثر على حركته بشكل او باخر؟ مظبوط، ان هي ازاي؟ الحاله بتختلف من طفل ما مش بيتحركش واحد. خالص الى واحد طفل عنده مثلا مشكله في حركه اليد. العلاج بيختلف من تأهيل كامل الى في بعض الاحيان مثلا بيحصل تخشف في المفاصل، فده بيحتاج تدخل بسيط سواء بحقن ماده البوتوكس او تدخل جراحي على حسب كل حاله. بس هو اهم حاجه العلاج التأهيلي، هو يعتبر ذوي احتياجات خاصه، فيبقى ليه يعني خط سير مختلف عن الاطفال العاديين، تمام. فالموضوع بيبقى يعني طيب، صعب شويه بس بيتحسنوا بنسبه كبيره يعني مع هو مرور بيقول ان الوقت. هو تقريبا بيوديه استاذ سيد، بيوديه علاج طبيعي. وده كلام مظبوط. ايه تاني المفروض يعمله؟ طب بالنسبه لقدراته العقليه يعمل مدارس ذوي الاحتياجات الخاصه، ولو هو مستواه يعني المدرسه بيعملوا اسسمنت الاستشاري او الاخصائي اللي موجود لسه ما وصلش لهذا المستوى ان هو يبتدي مع زملائه في المدرسه، بيعملوا علاج تخاطب وسمعيات ويشوفوا قدرته، هل هو بيسمع ولا ما بيسمعش، الرؤيه اخبارها ايه، قدرته على التواصل مع البيئه اللي حوله بتختلف من واحد إلى واحد. طب يعني هل في علاجات حديثة تتعامل مع حالة حفيد أستاذ سيد؟ بالنسبة للحركة ممكن حسب هو، هل هو موضوع تيبس في حركة المفاصل ولا شلل جزئي أو كلي، ده بالنسبة للحركة. إنما بالنسبة لتحسين وظائف المخ والإدراك، للأسف حتى الآن ما فيش حاجة نقدر نحسن بيها وظيفة المخ إن هو يدرك، لأن ده حاجة في التكوين نفسه بتاعت وظيفة المخ. تمام. يعني هو يستمر على برضه العلاج في الطبيعي العلاج الطبيعي والتأهيلي. لحد ما يحسن يعني قدراته نأمل إن الحركية. هو يتحسن من حيث الموضوع الإدراك بس الطفل نفسه بيبقى مدرك للي حواليه يا دكتور أحمد؟ بتختلف، بس نسي. الأغلبية للأسف ما بقاش مدركين ما بيبقاش مدرك للي حواليه. للي حواليه. طب هو كان بيقول برضه قدرته على النطق
دي دي مرتبطة دي اسهل حاجه يعني، القدره على النطق دي بالعلاج التاهيلي وعلاج التخاطب والسمعيات بيتحسنوا بيتحسن. جدا. دي اسهل حاجه. هي الفكره بتبقى في الادراك، في درجه الذكاء الاي كيو دي اللي بتختلف.